باور الجزء الثاني. هالمرة سرقت غرفة فيرفون وابو نوح ورايد وناصر وشونج اكس بونج في الختام. بعض الشباب فاجأتهم راح يكون في ردات فعل للشباب اللي سرقت غرفهم، فراح تشوفوا ردات فعلهم داخل المقطع. بسم الله نبدأ. هوبا، أبوريك فيديو ممتاز. اعتبره زي ما هدية. تراني صريح. بجي. صريح. صريح. والله صريح أنا ما كذب. إذا ما عجبني بقولك ما عجبني. ريحتني بالقسم. بسم الله أنا بخليك مع الفيديو وبرجع كبر حط HD. أبى خلص شغله بجيك على السن. زين. هدف الثالث. يا إخوان وصلنا الآن لغرفة. يمين. ندخل الغرفة بنحاول ننقي اشياء فيرفول ما يبيها. شو اللي قاعد اتكلم كذا عشان لا يصحوا. اوكي جواهم نايمين، بدخل عليهم بشويش. والله يا مصور لو طلعت صوت اني لأتفك. والله انك خاسي. هذا اوكي اوكي رائد كان نايم عندي يعني الاسبوع ذا. يا الخاسي وانا اقول وين الدولة البوزة حقت وندرلاند. يا الك يا الحيوان وش زرفت بعد. اي وش زرفت بعد. اصبر في بعد باقي المقطع. وانا اقول وين الموزه حقتي يا الكلب. والله تاخذ القطوه اذبح. يا الحي والله ذيك كلب الحيوان كل شيء الا بنته ما قدرت اخذها زي الكلب ترجعها. والله وانا اقول وين اقول النوم انا ما لقيت الموزه موجوده عندي بالغرفه. يا الكلب الموزه والدنات وين تحصلها؟ وين ما بيكونوا موجودين؟ وقت نزول المقطع في رابط تحت في الوصف اول واحد يحصلونه يدخلون يحصلونه موجود لهم. لهم بلاش؟ ينباع. لا ينباع في متجر باور بصفحه حرام الفل. كريم من حلال غيرك. تدري كم دافع على الموزه ذي انا؟ كم بتبيعها؟ مكان؟ هذا لقيته مرمي في الارض. ليزر حق القطوة حق الشيبة عندك هنا وانا ادوره. دقيقة هذا الليزر لقيته مرمي في الارض. اول شيء خلينا نرجع اتفاقية بنسوي اتفاقية يعني ما باخذ شيء من حلال كلها بتروح في النهاية الجمهور باور. كريم من حلال غيره. لا كلنا اربح لك. خلاص حلالكم بس سجل هذا الشيء بعد. اقسم بالله والله اني حفرت الغرفه كلها عشان القى هالليزر. والله اني لقيته في الصاله تحت المريم ما درت حق مين. والله يقطع ام الدهر. والله العظيم انت خاص. والله لو انك بس راسل لي رساله واتساب كان ما تعنيت كل هذا. اعطيتك اياه كله ولو تبون الغرفه كلها اعطيتكم اياها بس انت وسخ. ناصر هذا مقطع على السريع. يعني اعتبره يعني هديه مني لك. اوكي او ايا كان. بسم الله تبدا. انا ما عجبني. انا ما عجبني الموضوع ذا حرام الفل الجديد. ما عجبني مره. ما تدري يمكن قدم لك هدايا ما تدري وش يصير. على العموم ابدا الفيديو انا بجيب شغله بعد. يلا بسرعه. اوكي حبيت هدف. اوكي وصلنا يا اخوان عند واحد اول ما جاء الفيلا قام ايش يسوي؟ قام يسوي فيها حرام. قال لك ايش؟ قال لك حرام يعني بيسرق. حبيبي انا بسرق وانت جوا الغرفه بسرق وعيونك تشوف. شوف كيف مسك. يا رب يا رب انك تحمينا لو وقفتنا بيك. مستحيل ان سواها لكن بدور شيء. مستحيل ان سواها. بعدين ركان يوتيوبر بتوصل لا ادري كم سماعتك. ركز. اوكي طيب يا اخوان مو بدي اطول عليكم. حتى انا مو بدي اتاخر. بدخل اسرق منه بشوف اي شيء ممكن يعني يكون قوي ان انا اسرق من ناصر واطلع بسلام.
ما سويت اي شيء. بسم الله. في عندي شباك من ورا. لا تكفى، خمس انا فاتح الشباك وخليه مفتوح بهواء. والله ان شكله سواها صدق، ما حسيت فيه. مستحيل اني ما حسيت فيه، مستحيل. قاعد مع المنتج، قاعد مع المنتج. سواها معقوله؟ الميوزك فيها، الميوزك فيها مره عالي، فشلون حقها لازم تقللها والله ما يسمع. وهذا اتذكر ذا النقاش، والله انه دخل. يعني ما حبيت الافكت هذا، شله. والله انه دخل. هذا شيء الله يهينك. عندك ايش بعد؟ اصبر دقيقه خلينا نشوف. جلابي في في تقطيع، ثنتين و49 دقيقه تقريبا، ثنتين 249 ثانيه. في تقطيع شفنا حل. الله يرضى عليك. هذا بلوفر يا عيال، مستحيل انه سواها. بكمل بكمل ثاني، خلكني. هذا بلوفر، هذا بلوفر، ما في، ما نزل في المتجر. هذا بلوفر ما نزلناه نسخ خاص لنا احنا. البلوفر قصدي الجاكيت. جاكيت لا تكفى ركان. دي جماعه دز سلامات ولا اخذت خمس ثواني. يلا والله. اي اي يلعن ام القهر، والله ان اسواها يا عيال. اي مين؟ اخ يا القهر، اخ الله ليهم، الله ليهم. اخ يا القهر، اخ من حاسب للذين. اش ماخذ، اش ماخذ لو تخبيت الطاولة، راح تحت الطاولة. الله يلعن ام الغبة يا راكب. يلعن ام القهر، اقسم بالله انك قهر، اقسم بالله ان قهر هذا. هذا الشيء اسمه قهر. طيب اسمعني، ابى اقول لك هذا الشيء اسمه قهر. طيب بقول لك شيء، وين تتوقع الجاكيت؟ انا لا تقلي، ابى اقول لك وين الجاكيت. سلمكم الله، اول رابط تحت في الوصف، متجر باور، صفحه حرامي فيلا التراس، ينباع بكلهم. واحد من الشباب اللي بيشتري ما سبق لبق، اللي بيشتري بيشتري. طار طار يا ولد. لا والله ما تقعد تبيعه كذا. لا 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 والله تبيعه بهذه الطريقه معليش. لا ناصر على عليهم، ما يستاهلون. هم يستاهلون، بس هذا حقنا، نسخ خاصه لنا احنا. لا الا ما يجي واحد يحب اس دبليو واي ويشتريه، صح ولا لا؟ اكيد يستاهلون ولا انا غلطان؟ طيب اسمع اسمع، والله انهم يستاهلون اوكي، ولكن ما تقعد تحطه بالمتجر كذا بدون ما اخذ فايده انا. سلم نسبه كلها لك. والله اي والله، عشان جاكيتي صح. يستاهلون هم، وانت والله يستاهلون، والله يستاهلون، اقسم بالله يستاهلون. احنا الان وصلنا غرفة رايد. رايد طبعا مركب حماية داخل، مركب حماية داخلية للغرفة. بوريكم الان وش الحماية، بس لازم امشي اني ادخل سقف. تعال تعال. كبرى جايبها هنا، هذا الموز الأولى، تشوفونها؟ هذا الموز الثاني، هذا الموز الثالث. الموزات هذه كلها يا أخوان راح أبيعها. وين راح أبيعها؟ راح أبيعها في متجر باور، راح يكون في صفحة يا أخوان باسم حرامي فيلا باور، وكلها راح تنباع موزة رايد، راح تشوفونها، راح أحط لكم الرابط تحت في الوصف. طيب وش بعد ودك نبيع؟ هذا وش الكورة؟ هذا والله انه طيب هذا، والله ودي ابيع، ايش رايك؟ ها نبيعه؟ تم تم خلاص خلنا نبيع ذا. والكلب هذا بعد، هذا واضح انه ما يبي، ببيع ذا بعد يا اخوان. كل هذا يا اخوان بنسرقها.
يا ولد كثيرة والله عظيمة كثيرة يا اخوان، لكن اقسم بالله العظيم اني اسرقها كلها والله. يا رب لك الحمد، وبأسرقها وبيعها كلها يا اخوان، وكلها تفدر راسكم باذن الله. الان ننتقل لغرفة ابو نوح. بسم الله. موجود. بعدين يا جماعه إيه؟ عشان بس تعرفون، قال لي راكان الا غصب تجي وتصور، ابوريك شيء لازم تصور. قلت له يا راكان انا تعبان، خشمي راسي كل شيء يوجعني، الا تجي تشوف. اوكي هذا هديه لي، كل اللي عليك انك تتفرج الفيديو ان شاء الله باذن الله انك تستمتع. طيب هو عن ايش؟ هو بسيط. طيب بتوقع فاجأة. فاجأة لي صح يخدمهم. ايه قربت حالي سبيت الغرفة. اتوقع احلى لحظات اللي صارت بيننا. لا كذاب، يمكن ابو نوح لا كذاب اصبر. قربت صدق. حين الان وصلنا غرفة ابو نوح. بروح موجود قاعد يصور مقطع الآن قناة باور، بتشوفونه بينزل مع المقطع هذا أو اليوم اللي بعده بينزل مقطع. الآن هو مشغول بداهم غرفته، فيها شيء واحد مرة مهم باخذه منه وببيعه. بتشوفون ببيع لي ولا باخذ أنا؟ لا 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 ببيع لكم أنتم. متجر باور بيكون في صفحة خاصة لكم أنتم، أنت للشرب مو بنا. المهم بسم الله ندخل قبل يخلص مقطع. مطبق وجاهز يا عيال، شكله ينام معه والله انه ينام معه والله. بقول لكم هذا ايش، بشرح لكم الان هذا وش. بسم الله توكلنا على الله. هذا يا اخوان اول جيرسي الباور اي سبورت ينعم في البطولات في كل مكان. هذا اول جيرسي، وما اذكر او ما اتوقع انه قد نزل في المتجر نهائيا. هذا جيرسي باور، اول جيرسي الباور. يا اخوان بسرق الان وببيع لكم نسخه نادره، والله انها نسخه نادره ببيع لكم باذن الله. شوفوا بالله، شوفوا شكل القبضه موجود، موجود شكل القبضه موجود جوه هنا على شكل شفاف. علموا انا ببيع لكم النسخه هذه وتفدر راسكم، واللي بيشتريها الف مبروك. علموا بسم الله، هذه اهم شيء سرقناه، والله اني مره مستانس لان هذه قطعه مره نادره. بسم الله مشينا. اي اقسم بالله العظيم، الله العظيم شيء. ليش ليش ايش فيك؟ والله كان انت تدري وش معزة جيرسي ذلك. والله ادري انه يعني انت تدري من اول قطعة. اول طيب يعني انا بالذات وش سويت لك في الفترة الأخيرة عشان تسوي فيني حاجة. والله شوف انت ما سويت لك كل خير صراحة. الحين شوف الفيديو، الفيديو الحين نزل في القناة حلو؟ طيب ترى الآن خلاص موجود في متجر باور، الرابط تحت في الوصف، حصلونا في الوصف. الجيرسي من سبق لبق. ايش لك يا ركان حرام الفيلا؟ يا ركان حرام بالله والله عليه. شفت الكلام؟ يقول بيختم الموضوع هذا. انا وضحت له الله عليك، قول انه وضح. الحرامي الفاسد إيه؟ في ترى نوعين، اسمع الكلام. الحرامي الفاسد والحرامي المصلح. او انت قلت لي انه في فرق بين الحرام الفاسد والحرام المصلح. الله عليك، هل انا فاسد؟ اي والله انك فاسد. تستخدمه غير صحيح. طبق عندي في الغرفه ما غير تنام جنبه بس، صح ولا لا؟ قاعد يفكر متى يهدي لامور باور، فانا جيت صرت عليك الموظف. ايه؟ تحمل. لا 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 اتحمل وش يا طيب يا اخوان اليوم مثل ما انتم شايفين وراي غرفة احمد او جونج اكس مونج. اليوم جايين نسرق اكبر واغلى غرفة في فيلة باور. طبعا دارسين الموضوع، دارس الموضوع من أسبوعين يا أخوان، وأنا أخطط إني أسرق الغرفة، لكن اكتشفت إن الغرفة فيها أقوى نظام حماية في الفيلا.
يوقف في وجه حرامي في اللي تبور؟ مستحيل. لا 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 لا، تعالوا شوفوا معي وش طلعت. أحمد قبل لا أفتح غرفتك وشعورك وأنا أفتح باب غرفتك غصبا عنك. ركزوا على الباب. أدخل غرفتك وما تقدر تقول شيء وغصبا عنك. بسم الله نبدأ نكتشف الغرفة حبة حبة يا إخوان، لاحقين. وش أهم الأشياء اللي موجودة في ستب أحمد؟ والله العظيم كلها صراحة، كل شيء مهم. بس في شيء واحد مرة مرة قريب القلب أحمد، أنا متأكد، ودايم دايم كذا شيء يعز القلبة ودايم كذا يحب يسولف معه. يا أخوان مثل ما هو واضح قدامك، بسم الله أليكسا حقت أحمد. إي نعم يا إخوان، راح أبيعها في المتجر وفي صفحة حرامي في اللت باور، وراح تكون موجودة وابد في دراسكم. طيب في شيء ثاني لازم نسرقه، تحسبون هذا الشيء يكفي؟ وين تونا ما قلنا بسم الله؟ خلونا نشوف، والله أغراض واجد صراحة. في شيء لاحظت هنا دقيقة. هوبا بسم الله. We are power SXB. هذه يا اخوان، هذه طيبة بنسرقها يا اخوان. صدقوني ما في شيء بنسرقه تحسبونه بكلي، لا، هذه اشياء ببيعها لكم وبيني وبينكم لا تعرف عنها ابد. بسم الله، هذا الغرض الثاني اللي اخذناه. طيب بنروح الآن لأهم شيء الآن، هذا الشيء، هذا خلونا نسميه الميستري بوكس أو الصندوق اللي ما حد يعرف وش داخله، لكن أنا بعطيكم تلميحة عنه. داخله في بطانية باور اللي الآن هي موجودة في متجر باور، لكن غير هذا الشيء في أغراض جوا راح أضبطكم فيها، أغراض تخص SXB، أشياء أحمد يستخدمها راح أحطها لكم جوا الصندوق، ما راح أحرق عليكم. راح تحصلونه يا إخوان، الميستري بوكس هذا راح تحصلونه في صفحة حرامي في اللت باور في متجر باور. طيب ما ودي أطول عليكم، ولهنا وصلنا لهذا المقطع. هذا الأغراض مثل ما هو واضح ومثل ما وعدتكم، كل الأغراض هذه راح تكون لكم أنتم، وراح يكون تحت أول رابط في الوصف راح يكون هو رابط الأغراض هذه، راح تكون صفحة في متجر باور اسم حرامي فيلت باور، وعليكم بالعافية. وبيني وبينكم الحقوا تحت الأغراض، وكل هالطلبات أنا بنفسي حرامي فيلت باور راح أوصلها لين عندكم. من سبق لبق، وعليكم السلام. وعليكم.